وللحديث عن نتائج الانتخابات، انتخابات البريطانية، أرحب بضيفتي من لندن الدكتورة رنا خالد، رئيسة قسم الباحثين بمنتدى صنع السياسات العامة في لندن. أهلا بك دكتور رنا. اكتساح لحزب العمال وهي أسوأ نتيجة بالنسبة لحزب المحافظين منذ انتخابات 1906، كيف حدثت هذه النتائج؟ وما الدوافع التي جعلت الناخب البريطاني يعاقب حزب المحافظين بهذا الشكل؟ مساء الخير. الحقيقة النتائج لم تكن مفاجئة، التوقعات كانت ترجح فوز تاريخي لحزب العمال. الأسابيع الأخيرة حتى حزب المحافظين غير من التكتيك، يعني لم يكن هنالك منافسة للفوز، هنالك منافسة لتقليل الفارق في يعني مجلس العموم البريطاني، وبالتالي يعني المفاجأة لم تكن يعني مدهشة، لأنه فعلا كل الاستطلاعات كانت تؤكد خسارة يعني محتمة لحزب المحافظين. أسباب هذه الخسارة يعني عديدة. الحقيقة حزب المحافظين فقد القدرة على التطور منذ فترة طويلة، توقف عن القدرة على إنتاج قيادات يعني يثق فيها الشعب، توقف عن يعني تنفيذ العهود، او اصبح هنالك عجز في قدرته على تنفيذ السياسات للحزب. صحيح ان الحزب ايضا استطاع ان ينجز انجازات مهمه، يعني الحزب هو الذي قاد بريطانيا خلال جائحه كورونا، الحزب هو الذي ايضا قاد بريطانيا اثناء يعني ازمه الحرب في اوكرانيا، الحزب ايضا استطاع ان يعني ينهي ازمه البريكزيت بطريقه اقل بكثير من الاضرار التي كانت متوقعه. ولكنه ايضا في نفس الوقت كانت الصراعات بين الأجنحة داخل الحزب كان لها تأثير كبير، كان هنالك ايضا يعني عدد من يعني السقطات التي لا ولن ينساها. إذن اسباب داخلية كثيرة ادت الى هذه النتيجة بالنسبة لحزب المحافظين. الان ما انعكاسات هذه النتائج على الداخل البريطاني وعلى الوضع العام في بريطانيا اقتصاديا وسياسيا؟ الحقيقة أن اليوم يعني الانعكاسات كانت واضحة في أسواق الأسهم والسندات، يعني اليوم كانت تكتسي باللون الأخضر، وهذا الدليل على أن هنالك استقرار سياسي قادم، هنالك يعني رغبة في التغيير، وهذا التغيير سوف يشجع على يعني تنفيذ سياسات جديدة، فلسفة جديدة لتنفيذ السياسات العامة في بريطانيا. لذلك كانت هنالك يعني تطمينات وهنالك تفاؤل بأن القادم من الأيام سوف يحمل الكثير من التغييرات التي يعني تصب في مصلحة قطاع المال والأعمال في بريطانيا. خطة حزب العمال هي تحقيق استقرار في الحكم في الاقتصاد، يؤدي إلى تحقيق استقرار في وجذب للاستثمار، لعودة الاستثمار الإيجابي في لبريطانيا، وتحقيق النمو، لأن الأزمة بريطانيا التي يعني التي فعلا هي التي أطاحت في حزب المحافظين هو العجز عن إيجاد نهاية للجروث أو النمو. بريطانيا تعاني من فقدان أو قدرة النمو، وبالتالي حزب العمال لديه خطة أو يبدو أن لديه خطة لتحقيق أو تحفيز النمو في بريطانيا. ولكن تركة ثقيلة تركها حزب المحافظين، بالتالي الوعودات الكثيرة التي أطلقها كير ستارمر في مجالات متعددة بالنسبة للناخبين، لأن أبرز التحديات التي تنتظره في المرحلة المقبلة. الحقيقة أكيد أن حزب العمال يعني ورث تركة طويلة من حزب المحافظين، ولكن الحقيقة آخر ما يمكن أن أو تريد أن تسمعه سواء يعني أسواق المال أو الأسواق في بريطانيا هو أن يكون هنالك تبرير دائما للفشل بأنه ناتج عن ما ورثه الحزب من حزب المحافظين، يعني هذا الذي لا يريد أحد أن يسمعه.
اليوم هو بداية جديدة، حزب العمال يفوز بأغلبية ساحقة، يعني أغلبية لم تحدث في تاريخ الحزب إلا مرتين، المرة الأولى في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، ومرة ثانية في 1997 يعني في زمن توني بلير، وهذه المرة الثالثة، وبالتالي هو لديه الآن أغلبية مطلقة، يستطيع أن ينفذ السياسات ويمررها، فلا يوجد أي تبرير آخر للفشل. يعني إضافة إلى ذلك، حزب العمال أجرى تغييرات جذرية فكرية وفي قياداته، أصبح أكثر ميلا إلى الوسط ويسار الوسط، إنه لم يعد حزب يساري ولا حزب راديكالي، لم يعد يعني حزب للأقليات وحزب للطبقة العاملة، هو يبحث عن دوره كحزب للطبقة الوسطى في بريطانيا، وبالتالي هذا يسهل عليه الكثير، لأن اليوم يعني هنالك تقارب كثير ما بين منافستو حزب العمال وحزب المحافظين، يعني قليل أن تجد الفوارق، وهذا دليل على أن كل ما على حزب العمال الآن وضحت الفكرة. أن يستخدم هذه الأغلبية المطلقة لتمرير هذه السياسات. أشكرك جزيل الشكر دكتور رنا خالد، رئيسة قسم الباحثين بمنتدى صنع السياسات العامة في لندن.